في آخر كام سنة ظهرت مشاريع كتير أغلب أصحابها من الشباب، وأكتر حاجة الناس بتتشدلها هي الأكل، بما أننا شعب أكل بطبعه. وصلنا النموذج منهم قدر بنفسه الحلو في الطبيخ على مبلغ صغير من ماله الخاص، على طبعا شوية تشجيع من الناس اللي حواليه، يعمل بايك أو زي ما بنقول عربية أكل. مصطفى جه من مركز الصف بالجيزة ونزل القاهرة من وهو عنده 14 سنة، اشتغل في المطاعم وبدأ السلم من أوله. كان بيروح كل صيف الساحل، بس مش علشان يصيف، علشان يلاقي فرص شغل هناك كويس. بعد ما خطب قرر يعمل مشروعه الخاص، هو بقت زوبة هي درة سمر. اسمي مصطفى محمد، من محافظة الجيزة مركز الصف، عندي 23 سنة، بدرس إعلام شعبة صحافة، شغال في مجال المطاعم بقالي تقريبا 6 سنين أو 7 سنين. الفترة دي أهلتني إن أنا أعمل عربية أكل تيك أواي، هو أسميها زوبة. اخر مره ليا في شغل كنت في الساحل، اشتغلت في مطعم، او هو مكان بيبيع عصير، بس شغلي العصير كان المردود بتاعي، المكسب بتاعه كان عالي جدا، فالموضوع اشتغل في دماغي، فقلت اجرب اعمل حاجه لنفسي. فابتديت حاجه طبيعيه كده، شغلتها تيك اواي، كانت مدينه نصر، بشتغل كريبات وحمص الشام والكلام ده، الكلام ده من سنتين. فالموضوع كان مجازي شويه، وبعد كده حصل دروب فوق. الموضوع ابتدى يشتغل في دماغي اكتر ان انا اعمل حاجه زي كده، زي زوبه كده، شغالها تيك اواي اكلات. فجيت اكتوبر لقيت الموضوع كويس هنا بالنسبه لاكل السوق. بيسك جلوبز؟ زياده هنا زودي هنا، لو لقيت هنا زياده حطي هنا. قول لي بقى، انت ليه اخترت ان انت تكون واقف في البايت بتاعتك قدام جامعه؟ بصي، اولا دي جامعه وفي جواها طلبه، تمام، فطبيعي ان الطلبه هتاكل، تمام، ودي جامعه خاصه، ففضلت ان انا اقف قدام جامعه خاصه عشان الطلبه بتاعتها من فئه معينه. غير كده ان اسعار السندوتشات عندي ارخص كتير من جوه الجامعه، يعني سعر السندوتش مثلا بتاعي ارخص من جوه الجامعه بخمسه سته جنيه، فطبعا الناس هتشوف الاكل بطعم احسن وبسعر اقل. بس انت من البدايه اصلا طموحك ما كانش انك تبقى شيف، او ان انت تبقى واقف محل اكل، او ان انت تعمل اكل؟ هو انا كنت شغال في شركه مقاولات من فتره كده على شهر 12 شهر 12 اللي فات، اشتغلت فيها سنتين بالظبط، بس ما لقيتش نفسي فيها، لقيت ان انا دماغي كلها برضو اتجاه تاني، اللي هو الاتجاه ده، كل تفكيري رايح للاتجاه ده، مش هعرف اعمل نفسي غير في الاتجاه ده، فسبت الشركه وابتديت فعلا اشتغل على الحاجه دي. Thank you.
واضح يا مصطفى ان المكاينه بتتعرض لمضايقات كتير جدا كتير جدا. انا عايز اقول لك ان كل شويه يطلع لي حد يقول لي المكان هنا بتاعي، هو انا يعني واضح هي المكان ده بتاعنا وانا اللي بشغل الناس اللي بتقف هنا ولا اللي باخد ارضيات من الناس. ارضيات؟ اه بالظبط. فالموضوع بيبقى رخم جدا يعني، المكان لسه بيبدا حياته وبيبدا حاجه جديده وحاببها، بيطلع له اشخاص يعني ما يعني لا دين لهم معنى الكلمة، ما تعرفهمش جايين منين، ما تعرفهمش ايه شغلهم اصلا، لا واقف اللي هو يا تدفع يا تمشي. طب انت بتتعامل معاهم ازاي؟ بتعامل ماشي معاهم زي ما الناس هنا ماشيه معاهم، فبحاول امشي اموري برضو عشان انا اللي محتاج ان انا اقف عشان اشتغل، انا محتاج الشغل. انما بالنسبه له هو مش فارق معايا، بالنسبه له هو هتدفع هتقعد، مش هتدفع امشي. ايوه الناس دي شغلتها بس ان هم يقفوا. اه شغلته ان هو واقف بس ياخد فلوس من الناس. اي حد جاي يعمل اي حاجه لا انت ادفع فلوس، يا اما كده يا اما امشي بقى، يا اما لو مش هتمشي هتقف معايا، يبقى في بلطجه بقى وفي تعديات والكلام ده، فانا في غنى عن الكلام ده كله فبراهن. شايفة ان انت عندك انواع اكل كتير، فانت بتختار نوع الاكل دوت على حسب المكان ولا على حسب الحاجة اللي انت بتعرف تعملها؟ اغلبية الطلبة اللي جوه الجامعة من بره اكتوبر مش من اكتوبر، فالاكل موجود يعني في بلدهم او في المدينة بتاعتهم، هو الاكل العادي الاكل اللي عارفينه اللي هو الحاجات العادية، لما كل اللي بيجي اكتوبر بيدور على الاكل السوري عشان اكتوبر معروفة ان الاكل السوري فيها كتير جدا، فكله بيدور على الاكل السوري، ففكره ان انا ابيع حاجه عاديه موجوده عنده في المدينه بتاعته او في البلد بتاعته فهو حاجه عاديه مفيش جديد، فالافضل ان انا ابيع الحاجه على حسب رغبه الناس يعني مش على حسب ما انا بعرف اعمل ايه، على حسب اللي هيشتغل معايا. حتى لو انت مش بتعرف تعملها تتعلم. بالظبط اتعلم واعرف بتتعمل ازاي لحد ما ابقى متمكن منها واقدر اعملها. المفروض ان الحته دي خاصه بالجامعه اصلا، بس الناس هنا ما بتتعاملش كده، الناس هنا بتتعامل ان انت واقف في مكان انا واضع ايدي عليه فهو بتاعي. اه تمام. اكيد انا رحت فتحت محل في حد عايز يفتح قدامي باترين اي حاجه يعني، فانا باجر لك بقى، انت عايز تقف قدامي فهاجر لك فهاخد منك مقابل، يا اما مقابل مادي يا اما بيجي ياكل هنا ببلاش 3 4 سندوتشات، هو تقريبا مكسبي اللي طالع لي في اخر اليوم. هم بياخدوه، هو بياخده في اخر اليوم وبيمشي، فانا وقفتي ملهاش معتبر اي حاجه خالص، بالعكس الحاجه بتغلى معايا فانا ما بقدرش ازود في سعر الساندوتش والكلام ده، فاللي بيطلع لي حاجه بسيطه جدا فهو بياخدها في اخر اليوم، هو بيستفاد حاجات كتير جدا يعني، بيلم فلوس من العربيات كلها اللي بتقف اللي هم اللي بيحملهم اللي بيحملوا غير كده كده، لو في طالب معاه عربيه بياخد منه فلوس برضه عشان راكب. بالظبط. في الباركنج اصلا بتاع الجامعه يعني، في الباركنج بتاع الجامعه. طب انت بقى مشروعك ده كلفك كام؟ هو انا عامل العربيه بتاعتي من تقريبا من 3 سنين تمام، كان مكلفاني 4000 ونص. مركونه في البيت من الاربع سنين دول، لسه مشغلها يعتبر من 3 شهور. كلفتني بس شويه خامات جريل وقلايات والكلام ده دخلت معايا في 2000 جنيه بلس الخامات بقى والكلام ده دخل معايا كمان في 2000 جنيه زيهم، بس يعني نتكلم في 4.5 8.5 تقريبا. طب هو مش كان في من سنه قرار نزل ان هيتعمل ترخيص بمبلغ معين لعربيات الاكل ديت هيبقى مدى الحياه؟
انت ليه ما جربتش ان انت تعمل الموضوع ده؟ هو فعلا كان في ترخيص، بس كنت انا لسه ما ابتديتش الشغل بتاع العربيه. تمام، فهم بيطلبوا حاجات معينه كده، اللي هي لازم في معاينه للعربيه ومعاينه للمكان اللي انت هتقف فيه، وبيجي لي موافقه مثلا بعدها بفتره، وبعد كده بدفع المبلغ ده وبيعمل لي الترخيص. الكلام ده اللي احنا سمعناه. لما رحت سالت لقيت الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع بقى فيه تفاصيل اوراق وفي موافقات من جهات معينه، وموضوع قصه كبيره جدا، وفي الاخر بدفع مبلغ كبير جدا. يعني الموضوع هياخد معايا شهور، وغير كده هدفع فلوس. في نفس الوقت في حاجه تانية غير ان انا هعمل الكلام ده، يعني يا ريت هعمل الكلام ده والموضوع يبقى كويس. لا، الحي برضه هيشيلني عشان انا واقف مخالف. اه بالظبط، هيشيلني واقف مخالف واروح اسحب العربيه بالترخيص بتاعي. طب وانت ما كنتش خايف ان انت تاخد الخطوه في انك تحط فلوسك كلها في حاجه ممكن كانت تنفع او لا؟ بصي، هو في تخوف طبعا، بس هي الحياه فرص، فالواحد بيحاول. انا حاولت واصريت ان انا اعمل حاجه لنفسي، فان شاء الله طالما عندي اصرار وشايف ان الحاجه دي هتنفعني بعد كده، ان شاء الله ربنا هيوفقني فيها، تبقى مستقبلها حلو ليا يعني.